أهلا ومرحبا بكم من جديد، حياكم الله. ومستمعين الكرام، شاب أردني، معنا كنا نتحدث الصبح عن مهرجان البيجامة، ونوجه أنه كمان الشباب يعني لازم يكون تفكيرهم إيجابي مش سلبي لخدمة المجتمع. الآن بدنا نتحدث عن شاب أردني ما شاء الله عليه، عمل قصة نجاح أردنية لدرجة أنه الفضائيات تحدثت عنها. قناة الجزيرة بالأمس عملت تقرير مفصل عنها. تخيلوا الفرق عاد كيف. حديثنا الصبح كان عن مهرجان البيجامة، بعض الشباب والشابات بفكروا يلبسوا بيجامات وروحوا ينطوا مش عارف وين بالصحراء، وقاعدين نتحدث عن شباب أردنيين بيمثلوا الأردن خير تمثيل بأنهم بيعملوا قصص نجاح كبيرة. قصة النجاح اللي بنتحدث عنها الآن نتحدث عنها بطلها شاب أردني أنا شخصيا بحبه كثير، اسمه خالد الأحمد. خالد صباح الخير. صباح الخير بهيثم. الله يعطيك العافية خالد. الله يعافيك وخليك. أنا بغرفة تجارة عمان. نعم. عندي ورشة بس استأذنت منهم عشان أحكي مع حضرتك. الله يحييك، يعني سلمنا عليهم وإحنا بنعتذر أنه كمان تأخرنا عليك يا خالد، معلش. لا لا مو مشكلة مو مشكلة. طيب يا خالد، يا ريت حدثنا عن يعني أنت حضرتك أطلقت أول دليل للمدونات الأردنية على شبكة الإنترنت. نعم، هو ما كان أول دليل، أول دليل شامل، على كان في دليل قبله اسمه jordanplanet.net كان مفتوح وبس يعني مختص ببعض المدونات. نعم. أنا ب 2006 سويت دليل شامل لكل المدونات الأردنية على أساس إنه يكون شامل للكل، ما يعني أي واحد عنده مدونة مهما كانت بدون مرة ولا بدون 20 مرة باليوم. أنا حبيت أسوي دليل على أساس أي واحد بدور على أي مدونات أردنية عشان يتعلم منها يشوف الثقافة تبعتها بلاقيها. بس الموضوع هذا مشروع قديم، هذا سويته ب 2006. نعم. يعني مو مشروع، لما كانت المدونات هي السوشيال ميديا. نعم. هلأ من هذيك الأيام لهالأيام تطورت السوشيال ميديا وصارت إيش، صارت فيسبوك وصارت تويتر. يعني أنت عملته بال 2006 وطورت عليه الآن. هلأ هلأ إيش سويت؟ سويت شغلة تانية أحسن. نعم. فسويت قائمة عربية لكل المغرد، مش لكل المغردين، لأكثر مغردين نشطين بالدول العربية. نعم. فهاي القائمة مثلا أنا بدي كشركة أو مثلا كبراند بدي أروح أشوف مين المؤثرين عندي بالبلد مثلا، فبروح على الموقع هذا الجديد اللي سويته اللي هو اسمه top100arabs.com. نعم. بروح هناك وبكتب مثلا بدي بالأردن بس، فبحط على الأردن بطلع لي أكثر ناس نشطين على تويتر بالأردن، بدي أحط على السعودية بلاقي لي أكثر ناس نشطين على تويتر بالسعودية. نعم. فهذا المشروع الثاني اللي سويته، أول إشي سويت المدونات بعدين سويت للتويتر. يعني تذكرت تويتر، يعني بس تويتر ولا في فيسبوك كمان؟ هو الفيسبوك يعني صعب إنك تقيس مثلا إيش هم ال 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 يعني الناس المؤثرين على الفيسبوك. نعم. بالموقع هذا هو بقيس الناس المؤثرين على تويتر والصفحات الكبيرة فيسبوك. طيب يعني شو الفائدة المرجوة من هذه المدونة اللي حضرتك عملتها وطورتها؟ هو زي دليل، فمثلا أنا كشركة جديدة دخلت على الفيسبوك أو على التويتر. نعم. فلازم من بحكي لك من الاستراتيجية التواصل مع المستخدمين والجمهور، لازم أعرف مين الناس المؤثرين. نعم. ولازم أكون معهم صداقات وأعجمهم عنا ويشوفونا وشوف إيش يسووا، بيسموهم تحويلهم إلى سفراء. فيعني إذا سويت مع مثلا اخترت واحد مؤثر. نعم. وبنيت معه علاقة وهو حب الشركة تبعتي، فممكن أنا يصير هذا هو السفير تبعي. فكل شركة لما تدخل على الإعلام الاجتماعي كيف بدها تلاقي هدول الناس المؤثرين الناس المشهورين؟ نعم. صعب تدور عليهم. فأنا مسوي الموضوع تسهيل وحاطه كله بموقع واحد وعم بحكي لهم أنه الشخص هذا اهتماماته 1-2-3 حسب تصنيف أداة عالمية اسمها كلاوس. نعم. هو اعتبروه نشط وبعطيه نتيجة من 100، فبسوي تقييم لكل شخص، فبحكي لك الشخص هذا مثلا 80، الشخص هذا 79، الشخص هذا 78، فأنت بتشوف قديش هذول الأشخاص نشطين بالموقع هذا. يعني أنت بتختصر قاعد وقت وجهد على الناس اللي بدها تستفيد. نعم. من هالمدونة اللي عملتها. بالضبط. ويعتبر بالضبط. أرشيف تقني يعني. يعتبر. نعم. أرشيف تقني يعني. أرشيف ودليل تقني. نعم. طيب مدامك خبير في هالمجال ومستشار في هذا المجال خالد، مثلا صفحتنا على الفيسبوك بتعرف عليها 3 ملايين وعدد المتحدثين 3.5 مليون، لما يكون عدد المتحدثين 3.5 مليون كيف تقدر تقيم لنا إياها مثلا؟ لا شيء ما شاء الله الفيس تبعكم يعني عليها الانجيجمنت عالي جدا، ولأنه الشخص اللي لما واحد من
المعجبين تبعكم يتواصل معكم ويسوي انجيجمنت. نعم. اصحابه برضه بشوفوا نفس الشيء، فانت عم بصير عندكم مش بس الفان واصحاب كمان المعجبين. يعني اخوي خالد الاحمد، هذه القصه، قصه النجاح الاردنيه اللي انت عملتها، واللي احنا بنتشرف بانك شاب اردني يعني عملت هذا الموضوع، بنتمنى لك كل التوفيق. وانا متاكد مثل ما بعرفك كويس انه راح يكون ان شاء الله مزيد من الانجازات اللي راح تعملها في هذا المجال، وهذا كله بنعكس على الاردن، يعني انه في شاب اردني أكيد. طموح بعمل في هذا المجال. فبنشكرك أكيد. جزيل الشكر عشان ما نأخرك على المحاضره. خالد الاحمد المستشار ومدرب الاعلام الاجتماعي، ربنا يوفقك يا خالد ان شاء الله. الله يخليكم، شكرا كثير. يا هلا بك، حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. هذه هي قصة الشباب الأردني. أنا حبيت خالد يكون معنا اليوم. تخيلوا يعني على المستوى العالمي الخبيرين في التكنولوجيا اختاروا خالد من ضمن يعني عدد قليل جدا على مستوى العالم أنه يحكي في هيك مواضيع ويتحدث في هيك مواضيع وينجز في هيك مواضيع ويبرزوا إنجازاته. ويعني الفضائيات العربية والإعلام العربي والعالمي تحدث عن خالد الأحمد. حبيت أن يكون مثال يحتذى إن شاء الله للشباب الأردني، بعيدا عن يعني الترهات، بعيدا عن الأمور اللي بتأخذ الناس يعني إلى زاوية مظلمة. خلينا نأخذ الجانب الإيجابي، نأخذ الزاوية المضيئة بالحياة حتى ننجز على المستوى الشخصي وعلى مستوى الأهل وعلى مستوى الوطن إن شاء الله.